لعيب النادي الاهلي النهارده يمكن خدوا لقاح كورونا طبعا بعد الصعود في دور الثمانيه لكاس مصر. يعني اللعيبه استغلت فتره الراحه من التدريبات، وكلهم زي ما حضرتك تعلم هيعودوا للتدريبات خلال الساعات الاثنين، دون بقى اللعيبه المنضمين للمنتخب الاولمبي السباعي بقى الشناوي، اكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، افشه والسوليه، دول السباعي المفروض ينضموا للمنتخب الاولمبي. فالنادي الاهلي استغل فتره الراحه واللعيبه خدت يعني لقاح كورونا، ربنا يسترها ويحميها ويحمي الكل باذن الله من الموجه الرابعه. في نفس الوقت النادي الاهلي خلاص عرف او فريق بطل النيجر حدد ميعاد مباراه الذهاب في تمهيدي تاني من دوري قطر الابطال الافريقيه، حددوا يوم 16 اكتوبر، 16 اكتوبر دي مباراه الذهاب هتبقى في النيجر، والنادي الاهلي هيختار مباراه العوده احد ايام 22 او 23 اكتوبر، يبقى الذهاب 16 اكتوبر، العوده 22 او 23 اكتوبر. طبعا الناس مش محتاجه فقرا ان النادي الاهلي صاحب دوري كره الابطال الافريقيه التاسعه القاضيه ممكن على حساب الزمالك، والعشره امام كايزر تشيفز. خليني اقول برضو من ضمن يعني الاخبار اللي معانا مع عوده النادي الاهلي للتدريبات، في اكثر من ملف النادي الاهلي هيشوفه وهيناقشه. اول حاجه بالنسبه لموعد عوده بيرسي تاو للتدريبات الجماعيه، لان اللاعب هيبتدي من عوده الفريق للمرمى، يبقى في جري خفيف حوالين الملعب، وخلال 10 ايام هيقدر يشارك في التدريبات الجماعيه. برضو اوضح موضوع محمود متولي، للاسف برضو ناس قالت لك ده عنده اصابه مزمنه ده مش هيرجع تاني، الكلام ده عادي تماما من الصحه يا جماعه، محمود متولي في اقل من اسبوع هتلاقوه بيشارك في التدريبات الجماعيه ان شاء الله. طاهر، اصابه طاهر، محمد طاهر اصابه بسيطه، يعني خلال يومين او ثلاث ايام هيقدر يشارك مع برضو النادي الاهلي في المران. يمكن بس الناس علشان استبعد من مباراه النادي الاهلي وينتي الاخيره، الناس خافت تكون الاصابه مكمله، واحنا قلنا حاطين السحاب 10 ايام والله يكون موجود. الاهلي هيبدا من الاثنين الاستعداد لفريق زي ما انا اقول ناشونال بطل النيجر بعد راحه ال 24 ساعه، والعوده للتدريبات هتكون بدون اللعيبه الدوليين علشان بس الامور برضو تكون واضحه. يعني عايز اؤكد برضو ان النادي الاهلي خلال الساعات القادمه زي ما احنا قلنا هيبقى في يعني بلاش نتكلم في موضوع الانتخابات، خلينا في وقت ونفتحه معاك في وقت كده هنحكي كواليس كتير وحاجات كتير فيه، لكن اللي انا عايز اقوله ان برضو النادي الاهلي موضوع الانتخابات ده هيبقى لينا فيه طوالات وجولات وهنتكلم فيه بمنتهى الامانه. برضو الناس كتير بتتكلم عن موضوع اصابه بيرسي تاو، خلينا اوضح ان النهارده جنوب افريقيا بتعلن ان بيرسي تاو لن ينضم لمعسكر اكتوبر بسبب الاصابه. في نفس الوقت كان في تصريحات حتى يعني الدكتور او الطبيب الخاص بمنتخب جنوب افريقيا، هو نفسه نفى، قال لك اللاعب لا يعاني من اي اصابه مزمنه، ولما جالنا ما كانش بيشتكي من اي اصابه، ولما اصيب تحمل على نفسه ولم يبلغنا، فلذلك جاءت الاصابه. ولذلك يعني طبيب والمسؤول عن الجهاز الطبي في منتخب جنوب افريقيا بينفي بنفسه فكره يعني اصابه او الاصابه المزمنه لبيرسي تاو زي ما الناس بتقول. يعني برضو ناس بتتكلم على بسام وانضمامه للنادي الاهلي، خلينا نقول محمد بسام حارس مرمى طلع الجيش، يعني النادي الاهلي قافل هذا الملف تماما، واحنا يمكن وضحنا الموضوع ده منذ مده. برضو دي يعني اهم الاخبار اللي معانا النهارده، مش عايز ازود عليك، لكن اخيرا برضو اختم معاك طالما بنتكلم في كل الامور. ناس كتير قالت على موضوع جروس نفيناه، قالوا كاركيرون نفيناه، قالوا حاجات كتيره نفيناه، فللاسف كل يوم هتلاقي حاجه جديده. اخيرا في كره السله المدير الفني جوستي بوتش يمكن اعلن قائمه الفريق البطوله العربيه لكره السله بالاسكندريه اللي من 29 سبتمبر ل 9 اكتوبر، تحدي جديد يعني لسله النادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله باذن الله. شكرا يا استاذ احمد.